صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة مع الولايات المتحدة والتي تهدف للحد من التسلح. وتأتي مصادقة بوتين بعدما صوت البرلمان الروسي على الانسحاب من المعاهدة، حيث يصبح القرار ساريا في غضون 6 أشهر. هذا وأبلغ مسؤولون أمريكيون موسكو الشهر الماضي أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت عدم العودة مرة أخرى إلى معاهدة الأجواء المفتوحة بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منها. وتهدف المعاهدة إلى بناء الثقة بين روسيا والمغرب من خلال السماح لأكثر من 30 دولة موقعة على المعاهدة بإجراء رحلات استطلاعية فوق أراضي بعضها بعضا لجمع معلومات عن القوات والأنشطة العسكرية. نناقش القرار الروسي مع ضيفنا، ينضم الينا من موسكو يفغيني سيدروف الكاتب الصحفي الروسي. سيد سيدروف، مرحبا بك معنا، ونبدا بدايه بتبعات هذا القرار وتداعياته على العلاقه اليوم عسكريا على الاقل بين واشنطن وموسكو، لا سيما ان البلدين كلاهما قررا يعني الانسحاب من هذه المعاهده. نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. أولا لابد من ملاحظة والتذكير بأن الولايات المتحدة هي التي بادرت بالإعلان نعم عن انسحابها من هذه المعاهدة. ثانيا، عمليا لا أعتقد بأن لهذه المعاهدة في حالة بقاء مثلا روسيا وحتى الولايات المتحدة فيها أي أهمية استثنائية، لا سيما في العصر الراهن، حيث أن هناك تقنيات مختلفة بما في ذلك الأقمار الصناعية، والأقمار الصناعية التي توصف بأنها تجارية تتواجد في الفضاء الكوني بشكل مستمر، وهذا ما يتيح لها فرصة مراقبة الأنشطة العسكرية التي كان يمكن معرفتها بواسطة وسائل تقليدية، أي الطائرات التي كان بموجبها يستمر مفعول أو سريان مفعول هذه المعاهدة، معاهدة الأجواء المفتوحة. وثالثا، أعتقد بأن تكلفة استخدام الأقمار الصناعية والتقنيات الحديثة لمراقبة الأنشطة العسكرية لبعضهما البعض، أي روسيا والولايات المتحدة، هي رخيصة بشكل نسبي مقارنة طبعا مع التكاليف التي ربما تصل إليها التحليقات الاستطلاعية وفقا لهذه المعاهدة. نعم، طيب كيف يمكن أن تؤثر أو انسحاب البلدين من هذه المعاهدة على اتفاقيات أخرى، اتفاقية ستارت، الحد من التسلح النووي؟ هناك يعني معادلات أخرى أيضا في الحسبان بين البلدين. نعم، أنا لا أعتقد بأن انسحاب روسيا بعد الولايات المتحدة من هذه المعاهدة، بالمناسبة انسحاب روسيا رسميا سيحدث بعد 6 أشهر. 6 أشهر من الآن نعم من مصادقة الرئيس بوتين. نعم، لأن هذا هو أحد البنود الواردة في ميثاق الدول المواقعة على الاتفاقية. لا أعتقد بأنه سيؤثر على اتفاقية ستارت 3، لأن هذه الاتفاقية أو المعاهدة تم التوقيع عليها أو اتخاذ قرار بتمديدها من قبل الرئيس بايدن عقب وصوله إلى السلطة في البيت الأبيض، وكان أول ربما مكالمة أو أول اتصال بين موسكو وواشنطن تطرق إلى هذا الموضوع، ورد فعل سريع من قبل البلدين في التوصل إلى اتفاق حول تمديد هذه المعاهدة يدل على أن روسيا والولايات المتحدة بإمكانهما أن تتعاونا في بعض المجالات المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي، ولكن مع ملاحظة فيما إذا استجاب ذلك لمصالح قومية وجيوسياسية لكل من موسكو وواشنطن. نعم، طيب سيد سيدروف، يعني كما ذكرت الولايات المتحدة هي التي بادرت بالانسحاب من هذه الاتفاقية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بايدن يقرر عدم التجديد، كيف فهمت هذه الخطوة هناك في واشنطن؟ لا سيما وأن بايدن عندما كان مرشحا للرئاسة الأمريكية لطالما وصف موسكو بالعدو الأول للولايات المتحدة، وأن العلاقات معها ربما لن تكون يعني طبيعية أو يعني مثل ما كانت على الأقل في عهد دونالد ترامب.
نعم هذا صحيح، وبطبيعة الحال يمكن أن نلاحظ هنا أن القمة المرتقبة بين الرئيسين لن تغير، فيما أعتقد أنا، لن تغير شيئا في العلاقات المتوترة بين البلدين، ولكنها ستتيح لهما فرصة تبادل الآراء بشأن بعض الأمور التي تستجيب لمصالح البلدين، كما قلت منها معاهدة ستارت 3 وربما غير ذلك من المعاهدات والاتفاقيات التي يمكن عقدها أو العودة إلى القديمة، ولكن تلك التي تخص مصالح كل من موسكو وواشنطن. ولكن نحن نرى للأسف الشديد أن هذه المصالح والأهداف السياسية لكل من موسكو وواشنطن هي متباعدة جدا عن بعضهما البعض، ولذلك من الصعب ربما الاعتقاد بأن البلدين سوف يحرزان تقدما كبيرا فيما يتعلق بعقد المزيد من الاتفاقيات. شكرا جزيلا لك من موسكو، يفغيني سيدروف الكاتب الصحفي الروسي، شكرا جزيلا لك.